الركن الرابع من أركان الإيمان الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. تير كأفراد أو تير كإيمان ككمدة وحوية إن للرميو رسوشي يا أنبياء إلهي صدري. نؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون رسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام. وحن رمينا إن إليهين أضومه أو أن لعابدين أيجا أيهين سدوا كله رسل لا صدري أو للراعو أن لبينين. وأن الله أرسلهم. إلهي إنه صدر يا رومانينا وأوحى إليهم إلهي وحيود يا رومانينا وأيدهم بالآيات إنه إلهي كحوجي معجزه يعني آيات وأنهم أدوا الأمانة إن أمانة دي إلهي أسو دي بأي قتين يا رومانينا التي اعتمنهم الله سبحانه وتعالى وهي الرسالة أمانة دي إلهي أكو أمانة وهي الرسالة لأسن إن قتين يا رومانينا ونصح الأمة أكمل نصح ونصح الأنبياء والرسل عليهم الصلاة أمدنا أي النصيحيين نصيحة مد أقوى ناكسين أي النصيحيين وبلغوا البلاغ المبين لم يكتموا شيئا إن يدتكين قارسيين قارسين عد أيسن وحنك القرين وحلوس وديب وجاهدوا في الله حق جهاد بذلوا غاية الجهد وجاهدوا بجميع أنواع الجهاد إن الجهادين وديبين أود أنت إلى هايين سئو قارسين لهايين دين تازدتك وقارسين لهايين نؤمن أن أول الأنبياء آدم عليه الصلاة والسلام وحن رمينا أن أنبياء وهري نبي آدم عليه الصلاة والسلام وأول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام رسل شنا وهري نوح عليه الصلاة والسلام وخاتم الأنبياء ورسل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أنبياء دي رسل شنا إنه خاتمي وجودا بين النبي جنا محمد صلى الله عليه وسلم كل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موته عليه الصلاة والسلام هو والله كاذب وكافر كفرا أكبر قف كست أو شيكت النبي محمد قال كيسة نبي نمشيكت أمر رسول نمشيكت والله وان قف بين لوء وكاذبة نعم وكذلك من يصدق هذا كافر كذلك والله أعلم قف كي قف كاس نبي لماذا أمر رسول لماذا شيكت الرميان أسنك قلبه نغنايا نعم والله أعلم